بيشتغل في ضغوط قليله. لكن الديزل عشان خاطر انا بضغط الوقود اللي هو الديزل لحد ما يوصل لدرجه الاشتعال الزائد انا محتاج ضغط كبير جدا. الضغط الكبير ده بيخلي حجم موتور الديزل اكبر بكتير. ده حجم ده اكبر. تبقى التريلات تبقى العربيات ربع نقل نص نقل هتلاقي دايما حجمها كبير جدا مقارنه بحجم العربيات الملاكه. في عربيه بتلاقي كرسي واحد حاجه كده قد العجله وحاجه بسيطه كده. لكن طبعا التريلات وعربيات النقل الكبيره تلاقي حجمها كبير، ليه حجمها كبير ويجي مساحه كبير عشان خاطر الضغط العالي. الضغط العالي. بيبقى غالي شويه بيبقى حجمه كبير. ما
بس بقدر باخد منه باور كبيره جدا تنفعني مع عربيات النقل بتجر تريلات بتجر اطنان من الايه الى الانجن. طيب الانجن ده هو ايه؟ هو نفس الديزاين بتاع الانجن بتاعنا العادي. بنمر بردك باربع اشواط عشان كده بردك الديزا سايكل دي عباره عن فور ستروك انجن، يعني بيعمل اربع اشواط عشان ياخد الباور بتاعه. اول شوط زي ما قررنا طبعا الديزل سايكل زيها زي الاوتو سايكل بتخضع للاير ستاندرد سايكل اللي بيخضع لاصول اير ستاندرد اسامبل. اير ستاندرد اسامبل فاكر انت السبع ثمان فروض اللي قلت لك في الامتحان؟ اقول لك ايه هم الاير ستاندرد اسامبشن؟ سبع ثمان فروض كده كنا قلناها المره اللي فاتت برضك الديزل سايكل بتخضع لهم نفس القصه. وبالتالي الانجن ده يبتدي عندي الشغل والبيستون مربوط تحت. اول خطوه ان البيست بيبدا يطلع لفوق شغال من تحت من البوتل سنتر لحد ما يطلع للبوتل سنتر. اول خطوه بياخدها انه بيعمل انضغاط للفيول اللي موجود عنده او ايه الشحنه اللي موجود عنده. فالراجل في موجود في الحاله الاولى هنا الحجم بتاعه يطلع لفوق فالحجم يقل والضغط يزيد يعمل اول شوط. اول شوط ده كان ايزوتروبيك كومبريشن. بعد كده البيستون موجود فين؟ موجود فوق هنا. كنا في الاوتو سايكل بقول لك ان في شراره هتشتعل في اللحظه دي وهتولد عندك كميه من الحراره فساعتها نقول ان في هيت ادت. لكن في الديزل سايكل مفيش عندك القصه دي. ليه؟ لان البيستون فعليا هيبدا يتحرك من هنا ينزل لتحت شويه. ونتيجه الضغط اللي موجود هيتولد حراره نتيجه الضغط ده. الضغط اللي هيزيد جامد قوي ده هيولد اشتعال جوه الشحنه فهيتولد لك هيت فيبقى عندك هيت ايه. بس الفرق الوحيد ما بين الهيت اد هنا والهيت اد اللي عرفته ان الهيت اد هنا ات كونستانت بريشر. ات كونستانت بريشر. فهو الديزل الراجل بتاعه فرض ايه؟ فرض ان هو كتير حراره ات كونستانت بريشر. ولما تضيف حراره تكون كونستانت بريشر الضغط عشان يبقى ثابت فبينزل البيستون لتحت شويه لان الضغط اللي تبدا الحراره الضغط ده بيزيد قوي عشان نخلي الضغط ثابت بنروح منزلين القصه منزلين البيستون لتحت شويه بمعنى ان انا بزود الحجم. ولكن انا ساعه قلته لو انت تاخد الفكر كده المحاضره اللي فاتت قلت لك انا متخيل ان البيستون توقف لحظيا هنا. متخيل ان البيستون توقف لحظيا هنا. توقف لحظيا يعني ايه؟ يعني الحجم اللي فوق لسه ثابت، يعني الفوليوم بتاعه هو اللي كونستنت. لكن هنا لا البيستون بيتحرك لتحت شويه عشان يزود الحجم ويلاشي زياده في الضغط ويفضل الضغط في الحاله دي ثابت، هتكون كونستنت بريشر. وبلاحظ الكلام ده على الدي في ان الحجم بتاعه على نقطه 2 يبدا الحجم يزيد شويه والضغط ثابت، الضغط ثابت يعني خط راسي خط سوري خط وسطي كده. يبقى انا همشي خط وسط كده. اتجاه زياده الحجم فالحجم بتاع 2 ينتقل للحجم بتاع 3 هلاحظ ان في 3 اكبر من الفي 2 فالحجم هيزيد شويه عشان الضغط يفضل ثابت. وهنا بنضيف الحراره في ايه؟ الاختلاف الجذري ما بين اوتو سايكل وديزا سايكل انه لما اضاف حراره في حاله الاوتو سايكل كان مثبت الحجم وتخيلنا ان الجسم توقف لحظيا هنا فالحجم اللي فوق بقى حجم ثابت واضفنا الحراره في اللحظه دي. لكن في حاله الديزل سايكل لا انا بضيف حراره انا اكون سنت بريشر وبالتالي الجسم ده هيتحرك كده مسافه. المسافه دي عباره عن الفوليوم ما بين 2 و3 ولكن الضغط بتاعه كان ثابت في الحاله دي. بعد ما وصل ل3 هو واقف هنا عند 3 هيبدا الراجل ده ينزل لحد ما يوصل للبوتوم ديد سنتر فبالتالي الحجم بتاعه هيزيد. ولان طبعا هو عنده ضغط كبير وحراره كبيره في اللحظه دي هيبقى ياخد باور من القصه دي هيبدا يتحرك من 3 ل 4
هيحصل له عمليه ايزنتروبيك اكسبانشن، هيحصل له عمليه تمدد بطريقه ايزنتروبيك عشان تاخد الباور بتاعك، يسموا ده الباور ستروك. بعد ما حرق وخلص الحريقه بتاعته وبتاع وملك الغاز اللي بيتحرق وما بيتحرقش تاني، وبالتالي الراجل ده هيخرج بعد كده من تحت يطلع لفوق. الهدف من بتاعه نعمل اكسبوست، بس عشان انا ما اخرجش شحنه في حاله الاير ستاندر سايكل فاقول ده اكسبوست هيت او هيت ريجكت. ابدا اخرج هيت ريجكت، والهيت ريجكت هنا هتكون السنتفوني هيت ريجكت، والهيت ريجكت ات كونستانت فوليوم. الاختلاف الجوهري الكبير ما بين الاوبت وما بين الديزل موضوع درجه الحراره. واحد بيضيف حراره هتكون سنت فوليوم، واحد بيضيف حراره هتكون سنت بريشر. لو رسمنا الكلام ده على تي اس سهل جدا، من واحد اثنين اللي شغال ايزنتروبيك كومبريشن يعني تطلع ضغط راسي لاعلى، واحد اثنين ايزنتروبيك كومبريشن. بعد كده من 2 ل 3 ضغط حراره هتكون السنتبريشر، الان ضغط الحراره هتكون السنتبريشر. بعد كده من 3 ل 4 انت بتعمل ايزنتروبيك اكسبانشن فينزل خط راسي كده، وبعد كده من 4 ل 1 تكون السنتبريشر هيت ريجكشن. يسموها الار كات اوف ريشيو.
ايه هي غار خاتو فريشو؟ قال لك والله دي عباره عن الريشيو ما بين الفي 2 والفي 3. الريشيو ما بين الفي 2 والفي 3 يساوي ايه؟ بتساوي الفي 3 على الفي 2. لو الفي 3 على الفي 2. اي واحد يقول لي يا ريس يعني ايه في 3 وفي 2؟ اقول لك بكل بساطه خليك معايا. انا قلت لك ان البيست خطوه ايه هنا؟ انا سبت حركته ليه؟ عشان احافظ على الضغط. بس المشكله ان هو كده عمل ايه؟ كان من المشوار اللي كان هيمشيه. كان المفروض زمان في حد الاوتو سايكل من هنا لحد هنا بياخد مشوار طويل بيحصل فيه الباور بتاعه. انا كانت جزء من المشوار للاسف الشديد، الحته دي انا كلتها وسبت له الجزء ده يمشي فيه. وبالتالي الجزء بتاع بي 3 على بي 2 ده جزء من المشوار اللي البيستون كان هياخده. وبالتالي ده بياخد جزء من الباور. فعشان كده سموه كات اوف، كات اوف يعني بياخد جزء من المشوار. بدل ما كان بيمشي من فوق لتحت يعني بيمشي من بي 2 بدل ما كان بيمشي من بي 2 لحد بي 4 يعني بيمشي من هنا من الطب خالص لحد البوتوم خالص، انا عملت ايه؟ لا انا كانت جزء من المشوار. فعشان كده سميته كات اوف ريشيو. وعباره عن ايه؟ عباره عن البي 3 على البي 2. عباره عن بي 3 على بي 2. طيب السؤال اللي انا هساله لك، افرض انا عندي اوتو سايكل، الار كات اوف في حاله الاوتو سايكل بكام؟ اقول لك والله البس ده اهو، تشوف الرسم. ادي الاوتو سايكل بي 3 على بي 2 بتساوي ايه هنا؟ بتساوي 1. بي 3 على بي 2 لو انا شغال في اوتو سايكل بتساوي 1. فانا ما خدتش من المشوار حاجه، ده هو لسه خد المشوار كله 100% من المشوار هيمشي. جيت في الديزل لا نزلت البستون شويه عشان احافظ على الضغط. المشوار اللي نزل البستون ده كل من المشوار الكلي بتاع البستون بتاعي من اول نقطه لاخر نقطه. فعشان كده سموها كات اوف. ماشي؟ عباره عن البي 3 وهو تحت على البي 2. وهلاحظ ان الكفاءه بتاعت الانجن بتعتمد على مين؟ الكفاءه بتاعت الديزل انجن هي عباره عن داله تعتمد فيها قيمه على ايه؟ على الار وعلى الار كات اوف. كل ما تكون انت بتضايق كويس وتقدر تتحكم في كميه الفوليوم اللي انت هتاخده من المشروع في حاله الكات اوف هتقدر تتحكم في الكفاءه بتاعت الانجن بتاعك. دي الحاجه الزياده اللي موجوده هنا موضوع الكات اوف، لكن بقيه التفاصيل هي هي برضك. انت عندك الفيوهات الحاله دي بتساوي ام ضد، انا ضفت حراره من 2 ل 3 كونستنت بريشر عباره عن ام ضد في السي بي في بي 3 ناقص دي 2. هلاحظ برضك الاختلاف بتاع الكيو ال، هنا كنت بقول ام ضد سي بي دلتا تي، هنا ام ضد سي بي دلتا تي. ليه خدت السي بي؟ عشان انا شغال كونستنت بريشر. صح الكلام؟ يو ريجكت من 1 ل 4 ما فيهاش اختلاف لان الكورس اوف فوليوم زي ما هي بتساوي الام دوت في السي بي دي كام ناقص كام؟ 1 ناقص 4 ولا 4؟ الكفاءة بتاعت الانجن بتاعك بتساوي المستفاد اللي هو الباور على الدفاع ده عبارة عن الكيو اد. قلنا الباور دي بتساوي ايه؟ بتساوي الكيو اد ناقص الكيو ريجكت على الكيو ان. طبعا ما حدش عمل الجزء بتاع الرياضه اللي انا حكيت عليه المره اللي فاتت، ما حدش عمل طلعه. طلع من 1 ناقص الكيو ريجكت على الكيو ان. هتكمل انت القصه دي بقى. الكيو ريجكت هنا عباره عن الام سي بي دي كام؟ جبت من 1 ل 4 يبقى في 4 ناقص الكيو 1 على ام ضد سي بي كيو ال سي بي في 3 ناقص في 2 وكان له مجرد. كمل انت بقى القصه لحد ما طلع القانون الكفاءه في الاخر بيعتمد على مين؟ على الار والار كاب اوف. طب انت عاوز اقول لك الموبايل
توقف لحظة بنتخيل ان في توقف لحظة في حالة الاوتو فبيبقى الفوليوم ثابت اللي فوق انما في حالة الديزل البيستو لما بيطلع فوق بينزل لحظة مطلوبة زيادتك عن الشفوي ومعاك قانون الكفاءة بتاع الديزل سايكل معتمدة على مين على الار وعلى الار كاكوف مطلوب هتجي ليه في يوم الشفوي. طيب هل دي السايكل الوحيده الثانيه اللي عندي؟ لا في سايكل كمان ثالثه هي واحده هتجنوز حب يعمل ميكس ما بين الاوتو سايكل والديزل سايكل. فهل انا مش هضيف حراره اتكون السنتروليوم ولا هضيف حراره هتكون السنتروليشن بس؟ لا ده انا هعمل الاثنين مع بعض. سموا دي الدول سايكل. تستخدم في ايه؟ بتستخدم في حد الملايين. الهدف منها ان انا احصل على باور كبيره شويه. الملايين دايما كان شغال على اوتو بس ما كانش بيطلع باور كبيره. حصان 110 حصان 105 حصان لكن انت لو عندك عربيات سبق محتاجه 200 حصان 300 حصان فانت اللي تفكر والله انا ممكن اجيب لها ديزل انجن بس كان العيب في الديزل انجن انه تقيل والديزل انجن وزنه تقيل وحجمه كبير لانه بيعتمد على الضغط وبالتالي يقوم قال لك لا طب احنا هنعمل الدبل سايكل بتاعتنا. الدبل سايكل زي ما قلنا هي عباره عن ميكس ما بين الاوتو وما بين الديزل. بتاخد على كام شوط؟ بتاخد على اربع اشواط نظريا وخمسه عمليا. بمعنى ايه؟ نظريا هي فورس تروك انجن برضه. اربع اشواط بس تطبيق بيتحولوا لخمسه. لا ده راح اقسم شوط نصين
نصين، النص الاولاني او الجزء الاولاني الراجل بيوقف فيه البترول لحظيا ويثبت الحجم ويضيف حراره، يبقى هيت اديشن او تكون بامب فوليوم. والنص الثاني من نفس الشوط يبدا يحرك البترول لتحت شويه فيثبت الضغط بتاعه ويضيف حراره، فيعمل هيت اديشن او تكون بامب فوليوم. بس هنا البريشر هو اللي كونستنت، هنا كان الفوليوم هو اللي كونستنت. وبالتالي اتحرك من 3 ل 4 الضغط بتاعه ثابت ودي حراره، عباره عن هيت اند بريشر. هذا كونستنت فوليوم. الراجل عمل ايه؟ قسم الشوط نصين، نص هذا كونستنت فوليوم ونص هذا كونستنت فوليوم. بعد كده البيسمنت بيتوقف هنا، يبدا ينزل لحد اسفل عشان يخرج الباور بتاعته الكبيره بتاعتك، يبدا من 4 لحد 5 بيعمل هنا ايزنتروبيك اكسبانشن وياخد الباور بتاعته، يبقى هو ده الباور السوبر. بعد كده هنا خطوه خالص يعمل ايه الريفيكت بتاعته وهتكون اصلا فوليوم عاليه جدا. بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ اذا في اشكال من 5 ل 1 يروح عامل كده ينزل لتحت ويعمل ايه؟ ويريد ريفيكت ان تكون اصلا فوليوم. مفيش مشكله بريد ريفيكت. ده في كل حاجه الدول سايكل بيحكي كده بيفضلوها في الامتحانات قوي، لما يحب يجيب امتحان يحب يجيبوه على الدول سايكل. ليه؟ فيها كونستنت فوليوم، فيها كونستنت بريشر، فيها كل القوانين اللي انت عايزها، هتغرق في القوانين زي ما انت عايز. واحد لحد اثنين ايزنتروبيك كومبريشن الاس ثابته، بعد كده تضيف حراره اتا كونستنت فوليوم، تضيف حراره اتا كونستنت بريشر، ودي تاخد حراره ودي تاخد حراره. فده طبعا في الميل، الميل هو اللي بيفرق الاثنين بيزيدوا، بس الميل هو اللي بيفرق. بعد كده 5 بعد انتروبيك اكسبانشن، بعد كده هيت ريجكشن هتاخد من ضمن. طبعا زي ما قلت لك في الامتحان احنا بنحب نجيب مين؟ الدول سايكل. الدول سايكل عنده الكومبريشن ريشيو؟ عنده كومبريشن ريشيو من 1 لحد 2 في 1 على في 2 ادي كومبريشن ريشيو. طبعا هي عشان انت عارف ان دول بيبقى غالبا رقم ما بين الاثنين دول، ما بين 5 ل 10 و 7 ل 15، ممكن تقول ده راجل عشان يشتغل من 6 لحد دور 12 ولا حاجه. بس هو دول يعني خليط ما بين الاثنين. عنده الكات اوف ريشيو؟ عنده الكات اوف ريشيو. بس خلينا نقول ايه ده دكتور مصر عشان ما نلخبطش. نشيل الكات اوف ريشيو دي شويه. عنده كات اوف ريشيو؟ عنده كات اوف ريشيو من 3 ل 4. من 3 ل 4 مش هو اشتغل على كونستنت بريشر زي ديزل، وبالتالي في حجم عن 3 غير الحجم بتاع 4، حجم 4 على حجم 3 هو بيسموه الكات اوف ريشيو. هو الراجل ده عنده كات اوف زيه زي ديزل، لان في جزء بتاع ديزل اللي هو من 3 ل 4 فهو شبه ديزل في الحته دي، بس الارقام هي اللي بتختلف، يبقى في 4 على في 3. بالتالي لازم اعرف الفوليوم قد ايه اللي هو نزله من هنا لهنا عشان ياخد من المشوار الكبير بتاعه، فالكات اوف خده بس خده من 4 ل 3، يبقى في 4 على في 3. طيب مع نفس المشكله عندي، بس انا عندي مشكله ثانيه من 2 ل 3. امتى في 3 دي؟ بتكون تاني نقطه محوريه. ليه؟ لانه هنا بيكون شغال على كونستنت فوليوم، بعدين بيقلب على كونستنت بريشر. ممكن الطالب يبقى هنا، ممكن واحد يعمل ديزاينر ثاني وحامل الثاني دي فوق شويه، استنى لما الضغط يزيد شويه وراح يعملها. في واحد لا ياخدها في السكه شويه هنا. وبالتالي انا عاوز اعرف اوف الثلاثه دي موجوده فين. فطلعوا ريشيو جديده سموها البريشر ريشيو. ار بي سموها البريشر ريشيو. المشكله في الار بي ده ان انا ما عنديش فوليوم بيتغير من 2 ل 3، هو نفس الفوليوم. فطلع فوق او نزل تحت
النقطه دي الفوليوم بتاعها ثابت، بس يختلف في ايه الثلاثه اللي هنا عند ثلاثه اللي فوق عند ثلاثه تحت، تختلف في البريشر. فقال خلاص نعملها بريشر ريشيو ونسميها بي 3 على بي 2، بي 3 على بي 2. لا مش دي احنا هنقول لسه بالانس ما بين الاثنين، في الاخر ده بيعمل بالانس ما بين الاثنين. هو الاحسن طبعا هي كل ما تقل احسن، تدي مسافه يعني كل ما تقل احسن عشان تدي مسافه احسن للايه؟ لان الباور بتبقى اعلى في الايه؟ في الكورس انتجريشن. الجزء بتاع الديزل ده اللي شبه الديزل ده هو اللي فيه الباور الاعلى. بس زي ما قلت لك مشكله كان ديزل عندي ان ديزل تقيل. ضغوط الديزل جامد قوي دي بتعمل انجن تخين، لما تعمل انجن كبير شويه وتخين وعريض عشان يتحمل الضغط. فبيبقى الحجم بتاعه كبير، شوف انت بقى مواتير الديزل كلها بتبقى حجمها كبير. عشان اخش انا في عربيه سبق انا عاوز حجمها يبقى قليل ووزنها قليل، ما كانش ينفع قوي ان انا اشتغل ديزل. بس الديزل كان بيديني باور اعلى، والناس عملوا ايه؟ فراحوا عاملين الدبل سايكل بحيث جزء الكروس انتفوليوم جزء الكروس انتفوليوم. من هنا ياخد الباور لانه هنا الكروس انتفوليوم بيبقى اعلى، ومن هنا بياخد الحجم القليل والوزن القليل لان الكروس انتفوليوم ده بيخلي الحجم قليل، فيبدا يعمل حاجه ما بين الاثنين. طبعا لك ان تتخيل ان هنا الكيو اد هتتقسم لجزئين، هتبقى عباره عن اثنين كيو اد، واحده الكروس انتفوليوم، واحده لما البي هو اللي كونستن، وواحده كيو اد ثانيه لما البي هو اللي كونستن. تبقى عندك تحسب كيو اد في الامتحان، وهي طبعا اللي كل عايز المساله كلها عباره عن الام دوت سي في تي 3 ناقص تي 2، ده الجزء بتاع كونستن فوليوم من 3 ل 2 كان هو في السي في، خش على الجزء بتاع الكونستن بريشر ام دوت سي في تي 4 ناقص تي 3. حاجه ده في امتحان اقول لك والله انا اضفنا حراره، نص الحراره اتضافت على كورس التبريشر ونص الحراره اتضافت على كورس التبريشر، يبقى انت عرفت ان الكيو اد هنا اللي هي الكيو اد اللي هي تي زائد دي والاثنين بيساووا بعض. او اقول لك ان انا اضفنا حراره على كورس التبريشر ثلث الحراره والثلثين انا اضفتها على كورس التبريشر، يبقى انت برضه عرفت تعمل ايه؟ موازنه بين الاثنين. مش الكلام؟ انا في الامتحان ممكن اقول لك والله دي قد دي، فتبقى انت عارف سواء عرفت دي او دي يبقى انت رقم اثنين، او اقول لك والله دي الثلث دي الثلثين، دي الخمس ودي الاربع خماس. وقال انت في مسائل اجيب لك حاجه زي كده. برضك الكفاءه هتساوي ايه؟ الورك على الكيو اد في الاخر بتقول له واحد ناقص كيو ريجكت على الكيو اد. يبقى واحد ناقص كيو ريجكت ما فيهاش اختلاف، هي عباره عن الام دوت سي بي دي خمسه ناقص دي واحد. كيو ريجكت ما فيهاش حاجه كلها سي بي بس. الكيو اد هنا بقى عندك مين؟ عندك اثنين ام دوت سي بي دي 3 ناقص دي 2 زائد الام دوت سي بي ام دوت سي بي دي 4 ناقص دي 3. هتاخد بقى الام دوت المشترك، هتضيق الام دوت مع بعضها، تاخد مش عارف اتجاهات مشترك، يطلع لك في الاخر ان الكفاءه بتاع الدبل سايكل بتعتمد على مين؟ على الار، والار كات اوف والار بي. وانت داخل الامتحان الشفوي هتجيب لي ايه؟ المعادله دي. سهله سهله ده شغل الرياضه بتعمل ايه؟ وانت قاعد تذاكر كده هتعوض تعوض وتاخد عوامل مشتركه، تطلع لك بقى تي على تي وتي على تي ومش عارف ايه، النهايه دي في الاخر بتقول الى ايه؟ هتحولها لفوليوم وتحولها للاراضي اللي عندك. ماشي الكلام؟ طبعا انت اكيد راجل بتفهم في الفيزياء والرياضه وكل حاجه، لما يكون الفوليوم هنا ثابت اقدر اقول ان بي 3 على بي 2 يساوي كام؟ بي 3 على بي 2. الحته الحلوه دي لما بيكون البريشر ثابت ممكن اقول ايه؟ ان البي 3 او بي 4 على بي 3 يساوي ايه؟ بي 4 على بي 3. ليه؟ لان احنا قلنا ان ده ايضا الجهاز ده ثابت دي عامله ضغط يبقى الحجم على الحجم بس مش عارف ايه. وانا عايز اضرب الكومبريشن اقدر اطلع هنا انا اضرب الكومبريشن اللي انا عايزه اقول والله دي 2 بتساوي دي 1 في الار. بص ايه؟ ايه ولا كده ناقص 1؟ كده كده ناقص 1 لو ار بي ايه؟ لو ار بي ار بي ايه؟ لو في حاجه استخدمت فيها جزء الكومبريشن استخدمها هنا ما تقول بي على دي يساوي تي على دي، ما بي على دي دي اللي هي الار بي. الار بي
طبعا في مسألة شهيرة قوي في القصة دي، مسألة شهيرة جدا في القصة دي، ان انا هديك ايه مثلا الار والار بي والار كات اوف، وهديك اول بريشر واول تمبريتشر واقول لك حل المسألة، هات الكفاءة وهات كل حاجة. مسألة شهيرة قوي قوي في القصة دي، ما بيديكش اي قيمة لاي حاجة خالص، ما بيديكش وقت المعادلات الار والار بي والار كات اوف، ويديك البي والدي بتوع الدخول الاولانيين ويقول لك هات الكفاءة. طبعا دي مساله حقيقيه ليه؟ لان انت لو تجيب كتالوج لاي مطور شغال بتوج هتلاقي في الكتالوج الراجل كاتب لك كده الار بكذا، الار كاتب بكذا، الار بي بكذا، الكفاءه بكذا، على طول بيكتب على بعض. وبالتالي في الاد انت في الكتالوج اي عربيه هتلاقي يديك الار، يديك الار كاتب لو انت عندك ديزل انجن، ولو انت عندك تول انجن هيديك كمان معاهم الار بي، وتلاقي بعد كده بيديك كفاءه الانجن بتاعك. دي حاجة يعني الحالة العملية موجودة ما تقلقش هتشوفها كتير.